تم إطلاق عدة أعيرة نارية من قبل الجيش الإسرائيلي في نقاط أو في نقطة تمركزه هي في مدينة بيت لاهيا بالتحديد شمال قطاع غزة، وجاء هذا إطلاق النار بعد تفجير 3 عبوات ناسفة في بالقرب من آليات الجيش الإسرائيلي. وبحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي أعلن عن إصابة 2 من جنوده في هذا الانفجار، وحركة حماس أو عناصر حركة حماس أيضا قالوا بأن هذا التفجير جاء نتيجة احتكاك ميداني من الجيش الإسرائيلي، أي إطلاق النار اتجاه عناصر حركة حماس ومقاتلي حركة حماس في شمال قطاع غزة. يأتي هذا الاختراق الأمني في ظل تواصل واستمرار الهدنة الإنسانية المؤقتة في اليوم 5 لها في قطاع غزة. وبالتزامن مع هذا الحدث بالطبع منذ ساعات الصباح، وكان هناك إدخال وحركة لشاحنات المساعدات تدخل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري حيث نحن متواجدين، ولكن كانت الحركة بطيئة جدا، ولكن يبدو في هذه الساعات هناك حركة سريعة لخروج الشاحنات من معبر رفح البري. كما نشاهد الآن هذه الشاحنات محملة بالمواد الإغاثية والإنسانية ومواد والطعام وكذلك أيضا المواد الطبية. هذه الشاحنة الفارغة أفرغت حمولتها في مدينة رفح في مخازن الهلال الأحمر وعادت إلى داخل المعبر. نتحدث بالطبع نحن عن هذه الشاحنات، بعضها سيتم توجهها إلى مدينة غزة وشمال القطاع. المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا قال بأن غزة أو قطاع غزة بحاجة إلى 1000 شاحنة يوميا على مدار 3 أشهر من أجل سد الحاجة والعجز الحاصل في المواد الغذائية وكذلك أيضا المواد الطبية، ومن أجل ضمان استمرار تقديم أو استمرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في تقديم خدماتها للنازحين في ظل تواجد نحو 1,100,000 نازح يتلقون الخدمات الغذائية والطبية من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا في مراكز الإيواء التابعة لها والمنتشرة على مستوى قطاع غزة. كذلك أيضا المتحدث باسم الأونروا قال بأن هناك انتشار للأمراض والأوبئة في قطاع غزة، وعالجوا خلال فترة الحرب نحو 500,000 مريض يعانون من المغص الكلوي.